أهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي هنتناول التاريخ الدموي لجماعة الإخوان الإرهابية، وهنتذكر سويا جرائم الجماعة الإرهابية ضد الشعب المصري عقب ثورة 30 يونيو، وكيف كانت الثورة بداية النهاية لهذا التنظيم الإرهابي، وإزاي نجح الشعب المصري في التصدي لهذه الجماعة الإرهابية. كل ده هنناقشه مع ضيفي الأستاذ إسلام الكتتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي. أهلا وسهلا يا أستاذ. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بيك. خلينا نرجع مرة تانية ونتذكر مع حضرتك يعني التاريخ الدموي لجماعة الإخوان الإرهابية، وأيضا يعني التنظيم السري ودوره كان إيه على مدار التاريخ في العنف والإرهاب هنا في مصر. تمام. أولا تحية حضرتك والمشاهدين وكل عام ومصر جميعا والعالم العربي بل والعالم أجمع بهذه الذكرى، لأن هذه الذكرى لم تؤثر فقط في الداخل المصري ولا على مستوى المنطقة، بل أثرت في العالم أجمع ووضعت حدود وخطوط فاصلة ما بين استخدام هذه الجماعات وعلى رأسها جماعة الإخوان، وما بين أن نقول لها كفى ولا. ويمكن شفنا الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة، وستتلوها إجراءات أخرى، وده مؤشر إيجابي ويدل على بعد نظر الدولة المصرية حينما كان السيد الرئيس يحذر دائما من خطورة هذه الجماعة حينما كان يلتقي بقادة وزعماء الدول الأوروبية. فتاريخ حافل من الدماء تخضبت به أيادي هذه الجماعة على أرض هذا الوطن، ولم تصوب بندقيتها إلى مثلا المستعمر، ولكن صوبت إلى صدور المصريين منذ النشأة حتى ثورة 30 يونيو وما تلا ثورة 30 يونيو. احنا شفنا منذ البداية حينما أسس البنا، وعلى فكرة من ضمن الدروس المهمة جدا لثورة 30 من يونيو، انك انت بدأت تحطم التابوه، الصنم المصنوع لحسن البنا والهالة المصنوعة حول هذه الشخصية، وبالتالي الصنم المصنوع لهذه الجماعة باعتبار أنها ما بين هلالين، أنها كانت تمثل الإسلام والإسلام الوسطي المعتدل والحقيقة غير ذلك يعني. فحينما أسس النظام الخاص كان الهدف الرئيس حماية الجماعة وليس أنك أنت تواجه المحتل، وفي ذلك أدلة كثيرة يعني. في حوادث شهيرة على رأسها اغتيال أحمد ماهر باشا والخزندار والنقراشي باشا، فطبعا وغيرها من طبعا كان في حوادث تفجيرات وحرق أقسام الشرطة إلى آخر هذه الحوادث التي كانت في الأربعينات. ثم حينما حدثت ثورة 52 شفنا جريمة الاعتداء ومحاولة اغتيال الرئيس عبد الناصر، في والتي كان دائما الإخوان يروجون بأكاذيبهم. على فكرة هم بيحاولوا طول الوقت انهم يزيفوا التاريخ، لذلك اللي احنا بنصنعه ده يعني بياتي يعني بيصيبهم يعني بغصه شديده، لانك انت بتكسر تابوهات انت هم نجحوا يعني خلال الفترات السابقه قبل ان ينكشفوا ان هم يرسخوها في اذهان كثير من الاجيال. لكن انت لما تيجي وتفتت وتفند الروايات، زي مثلا روايه انه ان هذه جماعه نظيفه، واحنا اكتشفنا بالتدقيق في التاريخ والبحث وسبر اغوار التاريخ، احنا عرفنا ان البنا ده كان يعني مش بس خد من الانجليز 500 جنيه، ده خد 3000 جنيه وخد من الحزب الوفد، يعني كان بياخد تمويلات من كذا هيئة وحزب وتنظيم في ذلك الوقت، والملك إلى آخره. يعني كان راجل شخصية براجماتية. يعني أين هذا من الدعوة من الإسلام الصحيح وانت راجل بتاع مصلحتك طول الوقت؟ احنا شفنا ده في فترة الخمسينيات والصراع، وفي 65 يعني في 54 محاولة اغتيال عبد الناصر، شفنا في 65 لما أفرج عن سيد قطب ومحاولة إعادة التنظيم، وهذه قصة مثبتة مهما حاول الإخوان هم يعني يكذبون هذه الرواية، دي حقيقة تاريخية أن سيد قطب فعلا كان بيعمل تنظيم لإعادة الجماعة، وأنه عايز ينقلب على الحكم ويختل برضو عبد الناصر، وكانوا عاملين مخطط اللي هو نسف بعض الأماكن وإلى آخره. ده كان في تنظيم 65. يعني الموضوع لم يتوقف فقط عند فترة الأربعينيات أو النشأة، لا امتد. ثم
بعد ذلك تلاه في بعد يناير، بس كان في مقدمات قبل يناير. طيب، على مدار سنوات يعني دائما ما راينا محاولات للجماعه الارهابيه لانشاء الميليشيات. نعم. كلمنا عن هذه او هذا التوجه، فكره انشاء الميليشيات ومحاولاتهم المستميته من اجل ذلك. طبعا احنا عارفين التنظيم الخاص، ده قصه احنا عارفينها، ده في البدايات خالص. لكن الميليشيات ممكن نقدر نقول منذ يعني فتره السبعينيات، لما كان في انفتاح، ويمكن خطأ الرئيس السادات لما قال لك أنا أواجه ما بين قوسين اللي هم الإخوان والجماعات بإيه، بالناصريين واليساريين إلى آخره. فشوفنا احنا اللي هي الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد اللي هم انبثقوا منين؟ من جماعة الإخوان، ما دول تنظيمات كانت مسلحة، يعني برضو جاية من عباية الإخوان كتنظيم مسلح أو ميليشيا يعني بالوصف الدقيق. يعني شفنا برضو لما بعض الأفراد منهم راحوا إلى أفغانستان وتدربوا على السلاح أكثر هناك، وطبعا هم كانوا بدايات القاعدة وبدايات داعش وكل الجماعات التي استخدمت العنف بعد ذلك في البلاد العربية، هنا في منطقتنا العربية. يعني شفنا، فاكرة حضرتك قضية طلاب الأزهر اللي كانت في 2006، اللي هي كان بداية معرفة واكتشاف أجهزة الأمن لهذه الميليشيا داخل طلبة الأزهر، كانت قضية شهيرة يعني في 2006. بعد ذلك لما حصل يناير، فاكرة حضرتك مقولة اللي هو كان وزير شباب الإخوان ده، وزير الرياضة اللي كان مسؤول عن الفرقة 95، لما كانت في الميدان وشفنا ساعة موقعة الجمل، ثم بعد 30 يونيو شفنا الخلايا النوعية، أسامة ياسين، شفنا الخلايا النوعية ممثلة في كتائب حلوان، في لواء الثورة، في حسم، في إلى آخر هذه الخلايا النوعية اللي أساسها الدكتور محمد كمال، اللي هو دلوقتي في فرع من أفرع المنقسمين عن الجماعة، اللي هو التيار الشبابي، اللي هو التيار الكمالي، التيار الثالث يعني، أو ما يسمى بتيار التغيير. فكل دي سلسلة من الميليشيا اللي هي صنعتها الإخوان، بحيث أنها تستخدمها في الوقت المناسب حينما يحلو لها أن تستخدمها يعني لتنفيذ مخططاتها في الداخل المصري أو غير الداخل المصري. كويس، هنروح بقى لكيف تصرفت يعني هذه الميليشيات والجهود دي إزاي ظهرت للمصريين بعد ثورة 30 يونيو، لكن هنروح لده في حلقة قادمة لأن للأسف وقتنا انتهى. لكن إن شاء الله المرة الجاية نتكلم فعلا ما بعد ثورة 30 يونيو، فعلا إزاي انعكس ده على محاولاتهم لإثارة الفتنة وارتكاب الجرائم الإرهابية في مصر بعد ثورة الشعب المصري عليهم. أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك، وبشكر حضرتكم، أشوفكم إن شاء الله بكرة في حديث الأخبار. إلى اللقاء.